السلام عليكم إخوان والأخوات، تبارك الله عليكم. مدينة أصيلة، صباحا شاطئ الطيقان والمبادرة النبيلة التي قامت بها الأخت إلهام سلامة، مبادرة كنس وتنظيف شاطئ الطيقان من الطحالب المتراكمة. أخت مقيمة في الديار الأوروبية، ابنة مدينة أصيلة، جات تدوز العطلة، عندها غير على المدينة ديالها، قامت بهذه المبادرة هذه التطوعية من مالها الخاص والتعب والمجهود اللي قامت به في أرض الواقع في الميدان بمساهمة بعض المتطوعين أبناء مدينة أصيلة وحتى بعض الزوار الشاطئ، زوار مدينة أصيلة حتى هما ساهموا بالعمل اليدوي، يعني بالمجهود اليدوي ديالو. و هذه المبادرة كما قلت لكم، ساهمت المبادرة ديال الأخت سلامة، قامت بها في غياب تام عن في غياب تام للجهات المسؤولة، التي من المفترض أن هذه الجهات المسؤولة هي اللي كتقوم بعد مثل هكذا أعمال. الأخت طرقت باب الجهات المعنية بالأمر، طرقت الأبواب ولكن دون جدوى، طلبت منهم يوفروا لها واحد الآليات أو على الأقل جرافة واحدة تراكس، واحد التراكس يجي يجمع الطحالب كاملة في واحد الوقت وجيز ويوفر الوقت، ولكن ما كاينش شي تجاوب، ما كاينش نهائيا، ما كاين لا تراكس ولا والو. تمت العملية بسواعد أبناء مدينة أصيلة ومع تسجيل انضمام أحد أبناء مدينة أصيلة المقيمين في الخارج، تحية له، حتى هو أرسل واحد المبلغ للمساهمة في هذا العمل التطوعي في أحد أيام هذا العمل، هذا النشاط هذا، على أي ما كاين لا تراكس ولا والو. مشيت تم بعمل يدوي وبدني في جو من النشاط والحيوية، تم كنس هاد الطحالب هذه. أخت سلامة تكلفت كما قلت لكم صاحبة هذه المبادرة من مالها الخاص، تحية لها. هذه العملية انخرط فيها مجموعة من أبناء مدينة أصيلة وكذلك بعض الزوار والمصطفين، رجال ونساء وأطفال، وإن كان بأعداد قليلة ولكن الحمد لله جاب الله التيسير. سبحان الله، في جو من النشاط والحيوية العمل التطوعي عنده واحد الطعم جميل، سبحان الله العظيم. وأنا كان لي الشرف أنني شاركت مع الإخوة والأخوات هنايا، كان لي الشرف رغم المشاركة البسيطة ديالي، حسيت بديك الجو ديال التعاون. هذه المدينة ديالنا بطبيعة الحال عاد جينا الغير عليها، حاجة طبيعية إلى ما غير ماشي على المدينة ديالنا اللي خلقنا فيها وتربينا فيها على من غيرها. هذه الأنشطة وهذا العمل من يجب أن يكون من اختصاص الجماعة المحلية، هي اللي كتكون الدور المنوط بها، وهذا دي من الواجبات اللي كيخصها تكون بها. مسألة بديهية، ماشي المواطنين اللي كيقوموا بهذا الشيء. هذا يعني في عز الصيف، عز موسم الصيف، هذا الشيء راه ما خصوش يكون بصفة نهائية، ولكن اش غنقولوا، يعجز اللسان عن الوصف عن الكلام. تحية مجددا لكل من ساهم في هذا العمل هذا. كما كتشوفوا دابا العملية يتم تكويم الطحالب على شكل مجموعات او على شكل اكوام باش كيسهل الشحن ديالها في العربة. اليوم الاول كان كارو واحد، يعني عربة واحدة، عربة مجرورة بحصان،
والنهار الثاني كانوا جوج ديال الكروس. يجب الإشارة إلى نقطة مهمة، ألا وهي أن كل هؤلاء المساهمين والمتطوعين ما عندهم حتى شي أهداف سياسية من هذه الحملة، ولا شي ميول سياسية ولا حزبي، فقط الحب ديالهم المدينة ديالهم، الغيرة ديالهم عليها هو اللي دفعهم من هذا الشيء. هذا على أي هذا الفيديو راه ماشي فيديو في يوم واحد، يعني تسلسل، كل نهار كنت كنعمل مقطع إلى حتى باش نعطيوه صورة عامة من البداية حتى لآخر المطاف، حتى تنقل الشاطئ ورجع أفضل مما كان. حجيش تبارك الله عليك، الله يعاون، نشكركم على المبادرة، تبارك الله عليك، الغزيلة الحمد لله حنايا بحال هاد المبادرات كتلقى الإقبال كما كنشتركوا فيه، كاملين مزيان الواحد يقبل البركة ديالو. السنين البلدية تعمل الواجب ديالها، تبدا كتمشي الواجب ديالها على الله، وعسى إلا شاف الفايدة يحشمو. هذا المكان هاد المبادرات بحال هادي دابا هما كيقولوا مدينة أصيلة، أصيلة مدينة السياحة إلى آخره، أبسط الأمور بحال هادا يجيب تراك سمع هادشي هذاك، حتى أنك تعول على السكان في المدينة هما اللي يطلبوا بهادشي هذاك. دابا هما مشغولين في ديك الروايات ديالهم ديك الخاوية، وكنشكر اللي قاموا بهذه المبادرة وجميع السكان، تحية للمدينة الأصيلة والزوار ديالها. بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل مجهودات المساهمين والمتطوعين بدا يسترجع الشاطئ الابتسامة ديالو والصورة الجميلة ديالو. وها هو دا الشاطئ عاد نظيفا أفضل مما كان عليه قبل تراكم الطحالب، بعد 4-5 أيام من العمل التطوعي والعزيمة والمثابرة. لا شيء مستحيل، ما شاء الله، حتى حاجة مستحيلة بالوسائل البسيطة كما شفتوا، الوسائل التقليدية، المجرفات اليدوية والمكانس الحديدية، الوسائل البسيطة، وكاين اللي استعمل، كاين اللي خدمها بيدو، المجردتين. يعني هذه التجربة كتعلمنا بزاف ديال المسائل، الأشياء الإيجابية، كتعطي واحد الطاقة إيجابية أنها تستمر على أصعدة أخرى، ماشي فقط هذا الصعيد ديال الشواطئ، يعني جميع الأشياء، جميع المجالات اللي عندها علاقة بالبيئة ولا بالحياة بصفة عامة. اللي كتنجح في واحد التجربة كتعطيك واحد الحافز أنك تنجح في تجربة أخرى، كتعطيك كتمدك بواحد الطاقة إيجابية باش تنجح في أشياء أخرى ومسائل أخرى. وفي نفس الوقت كترجع ديك الصورة ديال، كتحاول تصحح الصورة اللي كيفهموها غلط بعض الناس على مدينة أصيلة، وها المدينة أصيلة وها الأبناء أصيلة علاش قادين. إن شاء الله ميكون على الخير، ونتلاقاو في شي فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم.